فريق يا عم هات لهم الشاشه كلها. هات لهم الشاشه كلها، هات لنا فريق. ايوه ده الفريق الاول طبعا لكره القدم بالنادي الاهلي، بعدما وصل الى فندق الاقامه في برج العرب زي ما حضراتكم شايفين، احمد فتحي، افشه، بقيه اللاعبين موجودين، رمضان صبحي، كابتن النادي الاهلي كابتن حسام عاشور، كابتن ماهر عبد العزيز، محمد هاني، احمد الشيخ. طبعا انتوا حافظينهم اكتر مني، بس يعني حسين الشحات، بقيه اللاعبين زي ما حضراتكم شايفين، الطويل ده تلاقي علي لطفي ده او الشناوي او علي لطفي. تمام، زي ما حضراتكم شايفين لحظات وصول الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي الى فندق الاقامه استعدادا لمباراه النادي الاهلي ضد نادي بيراميدز في دور 16 لكاس مصر التي ستقام غدا في تمام الساعه 8:00. ان شاء الله هنكون مع حضراتكم من الساعه 6:00 هنا على قناه النادي الاهلي على الهواء مباشره، ساعتين ما قبل المباراه لتحليل كل ما يحدث داخل. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ودايما متعودين معانا كواليس خاصه جدا لقناه النادي الاهلي من فندق الإقامة، من ملعب المباراة، كل ده هتشوفوه من بكرة إن شاء الله معانا على الهواء مباشرة. ودي لحظات وصول النادي الأهلي إلى فندق الإقامة استعدادا لمباراة غدا إن شاء الله النادي الأهلي ضد نادي بيراميدز. حلو الأسانسير ده برضو، ده جديد ولا شكله جديد كده؟ الله، صالح جمعة. أنا بس بسيب حضراتكم مع بعض اللقطات زي ما حضراتكم شايفين. الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي والإعلامي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، أعتقد ده كابتن وليد. مين اللي موجود؟ طبعا زي ما حضراتكم عارفين فريق نادي بيراميدز أيضا في فندق الإقامة، يعني نادي بيراميدز والنادي الأهلي قاعدين في نفس فندق الإقامة لأنه هو أقرب حاجة الحقيقة زي ما حضراتكم عارفين وكل الناس عارفة إن